مشاهدينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من الدكان. يسعدنا في بداية هذا اللقاء أن نرحب بضيف البرنامج فضيلة الشيخ محمد عبد الفتاح إسماعيل من علماء الأزهر الشريف. أهلا وسهلا فضيلة الشيخ. شيخنا، النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن موضوع شائك جدا، انتشر يعني في جميع الدول بلا استثناء ما يسمى بعقود التأمين. الموضوع ده يحتاج كل صاحب دكان إلى معرفة تفاصيله ونشأة عقود التأمين، ويعني مآلات انتشار العقود دي في بلاد المسلمين. محتاجين ان احنا نفهم نشأة التأمين، ومحتاجين ان احنا نفهم كل ما يتعلق بهذا الموضوع، يعني عشان يقدر كل صاحب دكان ان هو يتعامل مع هذا الموضوع بشرع الله وبما يرضي الله عز وجل. في البداية شيخنا، خلينا نتكلم عن، نجيب الموضوع من ناحية بعيدة شوية، نتكلم عن الخوف. الناس خايفة من بكرة، يعني أنا في تصوري أي حد بيقدم على مثل العقود دي بيكون خايف ومش مستقر وعنده قلق. إزاي نقدر نعالج أساس الموضوع وهو الخوف من بكرة والقلق اللي بيصيب البعض، وبالتالي بيبتدي يدور على العقود دي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله، وأصلي وأسلم وأبارك على عبده ورسوله ومصطفاه سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، عليه الصلاة والسلام. وأحييكم بتحية الإسلام، وتحية الإسلام السلام، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. عليكم السلام. وأسأل ربي باسمه الأعظم أن يحفظ مصرنا، وطننا، بلدنا، شعبا وجيشا وأمنا ونيلا وأزهرا، وسائر بلاد المسلمين أجمعين، اللهم آمين. وأن يجعل ما نقوله ثقلا في موازين حسناتنا، خالصا لوجهه الكريم، اللهم آمين. آمين. كما تفضلت، لعقد التأمين أو نظام التأمين ونشأة التأمين وكيف وصل ذلك النظام إلى البلاد العربية والإسلامية، وهو موضوع كبير وجدا وجدا خطير كما تفضلت وأشرت في مقدمتك. في البداية، المسلم، وهذه حقيقة ليس كلام إنشاء وليس يعني استدرارا للعواطف وليس كلاما يردد، بل المسلم لا يشعر بالأمن الحقيقي إلا في رحاب الإيمان، والإيمان لا يكتمل في صدر صاحبه إلا بالرضا عن قضاء الله تعالى وقدره، عن عطائه ومنعه، عن الغناء والفقر، عن المرض، وأيضا عن الصحة. وأن المسلم يردد ويتمتم بشفتيه سرا وجهرا: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. حسنت. ويتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن النصر مع الصبر. ويتذكر قول الله تعالى دائما: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. وآية سورة الحديد يعني حوت يعني عرضا لمشكلة وعلاجا لها بكلمات في آيات موجزات مختصرات: لكي لا تأسوا على ما فاتكم. وتأسوا تشمل الحزن والهم والقلق والهلع والاضطراب وكل ما يمت للغم والحزن والخوف بصلة، حتى لا نأسى على ما فاتنا، على ما لم يكن لنا، ولا نفرح أيضا بما جاءنا بما آتانا. والمسلم كما قال سيدنا عمر ابن عبد العزيز يقول: أصبحت وما لي سرور إلا في مواطن القدر. وكان يدعو ربه قائلا: اللهم ردني بقضائك وبارك لي في قدرك، حتى لا أحب تعجيل شيء أخرته ولا تأخير شيء عجلته. والمسلم لا يتذوق حلاوة الإيمان، والإيمان ليس مجرد ادعاء وليس مجرد كلام، بل الإيمان له حلاوة. حلاوة الإيمان تستشعر وتتذوق،
لكن من قبل فئة من المؤمنين وليس من قبل كل المؤمنين. ذاق طعم الإيمان، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، ذلك الذي يرضى عن الله ويرضى بالله، رضي بالله إلها خالقا رازقا، رضي بالله تعالى معتمدا عليه. المسلم يتكل على ربه، يفوض كل أمره إلى ربه، كما كان حبيبنا صلى الله عليه وسلم يقول ويردد حينما يأوي إلى فراشه وينادي ربه: اللهم إني أسلمت نفسي إليك وألجأت ظهري إليك وفوضت أمري إليك، إلى نهاية الدعاء المحفوظ الذي يردده المسلمون. فالمسلم بطبعه يعلم أيضا أنه لا يحدث في ملك الله إلا ما قدره أزلا وقضاه، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، أي من قبل أن نظهرها أن نجليها. لقاؤنا هذا، موضوع حديثنا هذا، الكلام الذي أردده الآن ولم أفكر في أن أتكلم بالطريقة التي أتكلم بها الآن وأشهد الله على ما أقول، هذا في الحقيقة المشهد الذي يشاهده المشاهدون وتستمع إليه أنت ابتداء ويتابعه الفنيون، هذا سبق في علم الله تعالى من قبل أن نبرأها. هذا المشهد ما هو إلا تجلية لصفحة من صفحات الغيب المكنون الذي لا يعلمه إلا من يعلم السر وأخفى سبحانه وتعالى، الذي عنده مفاتيح الغيب جل في علاه، الذي خلق الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه. فمستجلبات الأمن الإيمان، والإيمان له متطلبات وله مداعمات وله دلائل وله أسس. فمثلا كوني أعلم أن لي خالقا رازقا وأن خيرا لا تستطيع بل لن، بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن قوة في الدنيا لن تستطيع جلب خير لي ولا دفع ضر عني، ولو اجتمعت الدنيا جميعا على ذلك إلا بتقدير الله سبحانه وتعالى. فهنا في الحقيقة حينما أعلم أن الخير يعني منه، ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، نعم، أن الخير يعني منه سبحانه وتعالى، وأن الشر والمرض والبأس والحزن والهم لن يزيله عني إلا ربي سبحانه وتعالى، وأن رزقي تكفل به ربي، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. هنا أردد ما قاله بعض سلف الأمة الصالح كحاتم الأصم وغيره من الموقنين والآخذين بالأسباب في نفس الوقت، لما قال يعني إن الذي شدق الأشداق لن يبخل عليها بالأرزاق، وإن الذي تكفل برزق الكلاب أكرمكم الله لن يبخل على عبده بالرزق. فهو مؤمن وموقن برزق الله تعالى، وأن رزقه مقسوم، وأن رزقه أجله عمله شقي أو سعيد مكتوب عند نفخ الروح فينا وقبل أن نخرج لمعترك الحياة. وأخطر يعني أمرين يعني يتعبان ويؤلمان أي إنسان، أمر الرزق وأمر الموت، وكلاهما مفوض إلى الله سبحانه وتعالى. إن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها وأجلها، أي نفس على الإطلاق، وجاءت هنا يعني نكرة لتفيد العموم، أي نفس يعني لن تموت، لن تخرج من الأرض إلا بعد استفاء الرزق والأجل. ربما يقول قائل يعني نشاهد بعض المشاهد للأسف في البلاد العربية لأناس شردوا وطردوا وحيل بينهم وبين أموالهم وبين بيوتهم، وشتتوا في الصحاري، افترشوا الأرض والتحفوا السماء، والأطفال بل والعجائز والكبار يتساقطون ويموتون من شدة الجوع. هذا في الحقيقة بسبب ظلم الإنسان، كمن حبس ومنعت عنه أسباب الحياة فمات، فذنبه في عنق من ألجأه لذلك الأمر، وإلا فرزق الذي يموت من الجوع موجود. نعم،
وربي سبحانه وتعالى تكفل به، لكن هناك من حال بينك وبين رزقك، بينك وبين يعني ما تكفل الله تعالى به سبحانه وتعالى. وإلا كما قال ربي: ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا. وكفاتا أي ربي جعل الأرض تكفي للأحياء وللأموات، الأرض. ولذلك نحن في مصر إن الله لا يظلم الناس شيئا، نعم سبحانه وتعالى، ولكن الناس أنفسهم يظلمون. يعني في مصر على سبيل المثال 90 مليونا من المصريين لا نشغل إلا حوالي 5-6% من الرقعة، رقعة مساحة مصر التي تزيد على 1,000,000 كيلومتر مربع. يعني حتى يعني نسبة ضئيلة جدا من مساحة مصر بنشغلها. فالأرض شاسعة والأرض واسعة، ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. ده ربي الذي يقول. أيضا من مستجلبات الطمأنينة ذكر الله تعالى. والذكر ليس كلام الدراويش كما يظن البعض، بل الذكر هو أنس لقلوب المشتاقين. حسنت. وهو غناء العاشقين لمقام رب العالمين. وهو سلوى المهمومين والمغمومين. وهو الذي ينقل الذاكرين من عالم الطين ليكونوا هناك في أعلى عليين مستشعرين قول رب العالمين: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فبذكري أنا لربي وأنا الفاني سبقت بعدم وألحق بموت وفناء ثم أبعث لألقى جزائي. أنا على قدر الضعيف الحقير الصغير الفقير، ربي يذكرني في الملأ الأعلى، بل كما قال بعض السلف: إني لأعلم متى يذكرني ربي. فقال له بعض جلسائه: ومتى يذكرك ربك؟ فقال: حينما أذكره. قالوا: وكيف علمت ذلك؟ قال: من كتاب الله. فاذكروني أذكركم. وكما جاء في الحديث القدسي: وأنا معه، أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ما ذكرني. فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ، هنا نحن نذكر ربنا هنا، ذكرته في ملأ خير منهم، الملأ الأعلى، الملائكة، الملائكة. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. آخر آيتين في سورة الأعراف، الله تعالى يقول لحبيبه صلى الله عليه وسلم: واذكر ربك، والخطاب لنا لكل المخاطبين بالقرآن، في نفسك تضرعا، وبعدين اوعى تكن من الغافلين، ولا تكن من الغافلين. وبعدين ربي من باب الإغراء، من باب الاقتداء بالملأ الأعلى، إن الذين عند ربك، جملة اسمية مؤكدة، إن الذين عند ربك، وعند هنا لم يقل ربي إن الملائكة، لكن قال عند ربك الملائكة. والعندية هنا تعني العلو، الرفعة، الشرف، القرب. يعني سحرة فرعون مع الفارق الشاسع في التشبيه والمثال ولله المثل الأعلى، قالوا: إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. قال نعم وإنكم لمن المقربين. مش أجر، ده الأجر ده شيء تافه. الذي يعبد ربه، نعم نحن نطمع في ثوابه، نخاف من عقابه، لكن يعني المنزلة التي تسمو عبادة التجار أن تعبد ربك القهار، لأنه مستحق للعبادة. وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا. كم أمثل أنا من الأرض؟ كم يمثل عمري من زمن الأرض؟ لا شيء. قل: متاع الدنيا قليل ونصيبك عمرك فيها قليل فنصيبك من القليل قليل. قل: متاع الدنيا قليل. فعند ربك تعني الرفعة والشرف، وكأن الذي يذكر ربه يكون عند ربي. إذا أردت أن تكون عنده فكن من الذاكرين لتشارك الملأ الأعلى في عدم استكبارهم، عدم غفلتهم عن ذكر ربهم. ألا بذكر الله الذين آمنوا وتطمئن
قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدقني عندئذ يتحول الألم إلى أمل. أحسنت. الضيق إلى سعة. الكرب إلى فرج. أحسنت. يأنس العبد بربه، تسقط عنه كل الهموم والغموم حينما يشغل العبد بذنوبه ويكسر من الاستغفار، وهو طلب المغفرة من الغفار سبحانه وتعالى. ذلك أيضا من مذهبات الهم والغم. نعم. من لزم الاستغفار. والحديث وإن كان في سنده مقال لكن معناه صحيح. نعم. كما ورد في كثير من السور. فالشاهد من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. في الحقيقة الرضا بالقضاء والقدر إلى غير الصلاة. نعم. وجعلت قرة عيني أسمى ما تطلبه وتتمناه أن تكون واقفا بين يدي ربك سبحانه وتعالى. كل ما أشرت إليه في الحقيقة قطرات من محيط مستجلبات الأمن حينما يكون المسلم في رحاب الإيمان. وأختم بقول ربي الذين آمنوا بعد حوار طويل في سورة الأنعام بين الخليل إبراهيم وبين قومه. نعم. من قول الله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. بعد ذلك بعدة آيات ربما 7-8 آيات ربي سبحانه وتعالى يقول الذين آمنوا، لما قال وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. الذين آمنوا، ربي اللي بيقولك. نعم. ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. أحسنت. وهم مهتدون. وفي سورة قريش الله تعالى يمتن على قريش بنعمتين عظيمتين نعمة الرزق ونعمة الأمن. نعم. الرزق الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. نعم. يعني أنا كان ليا بس وقفة هنا، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. وإحنا بنتكلم عن عقد التأمين، فالكلمة الأمن وإحنا بنتكلم عن التأمين أنا مش عارف، حاسس إن الكلمتين دول محتاجين تعليق من حضرتك. ربنا يكرمك. أولا التأمين من الفعل أمنة. التأمين ده مصدر للفعل. نعم. أمنة، وأمنة بتعني بمعنى التصديق. نعم. كما في قوله تعالى في سورة يوسف لما قال إخوة يوسف لأبيهم يعقوب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وما أنت بمصدق لنا. نعم. والإيمان أيضا يعني التصديق. نعم. وأمن بمعنى اطمأن. اطمأن. والأمن هو ضد الخوف والهلع والخوف والفزع. لكن الآية التي في سورة الأنعام الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، هذه الآية تحديدا فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع غيرها. وإحنا عندنا في الحقيقة يعني مما تعرف عليه المفسرون في السابق واللاحق أن تفسير القرآن يكون أولا بالقرآن الكريم وثانيا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ثم بأقوال الصحابة والتابعين. وهناك أدوات للمفسر لابد أن تتوفر لديه حتى يكون مفسرا. وللفقيه نفس القصة يعني. نعم. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني سأله الصحابة وأينا لا يظلم لما نزلت الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، فقالوا أينا يظلم يا رسول الله؟ ممكن إنسان يظلم نفسه. ليس شرطا أنك تظلم يعني غيرك. ربما تظلم أكرمك الله كلبا قطة طائرا. نعم. تظلم أحد الناس أو تظلم نفسك. فهنا قال صلى الله عليه وسلم ذاك هو الشرك، أو كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم، لكنه قصد بالظلم هنا الشرك. وده في الحقيقة كما قال ربي في سورة لقمان في وصايا لقمان التي حكاها القرآن الكريم لنعتبر. نعم. ولنتعظ ولنتعلم ونستفيد. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. نعم. فأعظم أنواع الظلم أن تتخذ مع الله تعالى إلها آخر وقد خلقك. كما جاء في الأثر إني والإنس والجن في نبأ عظيم أخلق ويعبد غيري وأرزق ويشكر سواي، خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد إلى غير ذلك. فيعني أبشع وأكبر أنواع الظلم إنك تشكر
غير المنعم عليك. انك واحد زي اللي يعني سامحني يسيء لامه يسيء لابيه. وما يعني وصله خير بعد خير الله تعالى الا عن طريقهما. وما وجد حبا صادقا وحدبا وخوفا وعطفا ورحمه وحرصا على مصلحته الا من قبل الوالدين. بل منهج النداء وسخر الا لخدمتك انت. لاسعادك انت. لتوفير متطلبات ومستلزمات الحياه لك. بل ما تفرغ للدعاء الا من اجلك انت. أن تحفظ، أن تسعد، أن تكون إنسانا لك قيمة في الحياة. ولذلك من أبشع أنواع الجحود والنكران أن يقابل ذلك الإحسان بالجحود والنكران. لما يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قال: بعد الإشراك بالله وعقوق الوالدين. والعقب بمعنى القطع، أن تقطع معروفك إحسانك عن الوالدين. وده من أكبر الكبائر مع شهادة الزور كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. فهنا في الحقيقة المؤمن كما قلنا من قبل في رحاب الإيمان آمن. والمؤمن يعني الذي تشرب قلبه حلاوة الإيمان واستشعر بقلبه أنه لا متصرف في مملكة الله إلا الله سبحانه وتعالى. حسنت. وأن قوة لن تستطيع إلحاق الأذى به. نعم. أو دفع الخير له إلا بتسبيب رب العالمين الفاعل. حسنت. في الأسباب سبحانه وتعالى رب الأرباب. وده التأمين جل في علاه. وهذا في الحقيقة وده التأمين الحقيقي. نعم. وهذا يعني لا يحصل للعبد المؤمن إلا إذا خلع قلبه من كل ما يمت للشرك بصلة وأصبح توحيده إيمانه بربه توحيدا خالصا صادقا ملتجئا متجها إلى الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. وكل الوسائل التي توصل لمرضات رب العالمين إنما هي الوسائل التي شرعت في القرآن وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. أحسنت أحسنت. طيب دي كانت مقدمة. نعم. خلينا بقى يا شيخنا نبتدي في الموضوع. عقد التأمين، حضرتك وانت بتتكلم قلت نظام التأمين، هل التأمين عقد ولا نظام؟ بارك الله تعالى فيك. من حيث الشكل هو عقد. نعم. حيث الشكل. لأنك بتذهب لشركة التأمين لتبرم وثيقة التأمين. الوثيقة هي العقد. الله تعالى وصف عقد الزواج بالميثاق الغليظ: واخذنا منكم ميثاقا غليظا. فتسمى وثيقة وهي في الحقيقة عقد. نعم. لأنك تتعاقد كطرف مع شركة التأمين كطرف إنسان. طيب. لكنه في الحقيقة نظام وليس عقدا. بمعنى يعني هو نظام. نظام. بمعنى أنت حينما تذهب لدكان لمتجر طيب لتشتري سلعة ما فأنت في الحقيقة تدفع ثمنا لسلعة وتتسلم تلك السلعة. تقبض تلك السلعة. وانتهت علاقتك بالبائع بمجرد أن سلمت واستلمت. تمام. انتهت العلاقة. طيب. وربما يعني تظل بعض الأمور المستثناة يعني العيوب التي ربما تكتشف او صح. التدليس زي ما او الاشياء كده. التي اشرنا اليها طيب. حينما كنا نؤسس لموضوعين. تمام. لكن من الناحيه العمليه انتهت العلاقه. طيب. تبقى بعض الحالات المستثناة. فلنقل مثلا السلع دي سياره عربيه اشتريتها وخلاص استلمتها وخرجت برا انتهت علاقتك بالمتجر. نعم. احسن بارك الله تعالى فيك. اما فيما يتعلق بنظام التامين وليس عقد التامين فهو في الحقيقه هو نظام. لأنه يؤسس على وسائل فنية. تمام. وآراء الخبراء والمحاسبين والمدققين ويستخدم فيه الإحصاء. طيب. فشركة التأمين لا تكتفي بالتعامل مع واحد أو اثنين أو عشرة أو خمسين أو مية. أمال إيه؟ إنما شركة التأمين تقوم بعملية حسابية. تلك العملية مبنية على ماذا؟ على دراسة نسب الأخطار والأضرار. طيب. في ذلك النوع من أنواع التأمين كما سنبين في المستقبل. يعني بيدرسوا الأخطار بدون شك. تمام.
دراسات مبنية على إحصاءات دقيقة جدا من قبل خبراء ومن قبل فنيين. تمام. ثم بعد ذلك يحددون نسب أقساط التأمين، نسب الأقساط أو المال إن كان سيدفع دفعة واحدة. ثم بعد ذلك يحسبون، يعني بيدرسوا أنواع التأمين، هيأمنوا على إيه بالظبط، أو هيفتحوا يطرحوا التأمين سندات، وكم عقد سيغرم في الربع الأول من السنة، الثاني في السنة كلها، كل ده مدروس. أحسن. تمام. ثم نسب الأخطار والأضرار اللي بتحدث، نسب التعويضات اللي يمكن إنها تدفع، المصروفات، ومن ضمن المصروفات تلك النسب التي يحصل عليها المنتجون. طيب. والمدراء والمسؤولون وأعضاء مجلس الإدارة والمرتبات، يعني لا أمال إيه؟ المرتبات دي حاجة تانية خالص. طيب. والأرباح دي قصة تانية. لكن أنت لو منتج وهب عفوا يعني أو أنا أعتبرني منتج وأنت رئيسي في العمل. طيب. كلما آتي أنا بعميل أو بزبون ليبرم وثيقة تأمين على الحياة أو ضد الأخطار أو كذا، كل عقد أنا أبرمه كمنتج، أي نعم يزيد من أسهمي من العائد الذي يعود لي، لكن أنت لك نسبة. مديرك أنت الذي يرأس أكثر من قسم له نسبة أيضا. وتلك النسب تزيد كلما كان عائد التأمين أكبر. واحد حي 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 طبعا واحد حي حي حيأمن على سيارة، واحد ثاني حيأمن على باخرة. فلو النسبة واحد سيأمن كبيرة، يؤمن على متجر ضخم جدا فيه، واحد حيؤمن على سلسلة مصانع. تمام. وليس مصنعا واحدا. الموظف بياخد عمولة والمدير بكل تلك المصروفات بما فيها نسب التعويضات التي ستدفع وتدفع للمستأمنين. هذه في الحقيقة يتم على ضوئها تحديد الأقساط التي تدفع، أو يعني رسوم التأمين التي ستدفع. تمام. فبالتالي لم يصر التأمين عقدا، إنما صار نظاما يقوم كما قلنا على دراسات وحسابات وإحصاءات، وعلى ضوئها تحدد نسب أقساط التأمين بالصورة التي أشرنا إليها. طيب. والذي ذكرته ده يعني بعض الواقع الموجود في شركات التأمين. تمام. بعض الواقع الموجود يعني. تمام. لكن ربما كانت هناك أمور أكبر وأكثر مما ذكرت بكثير. نعم. طيب، وده بياخدني للسؤال اللي بعد كده، إمتى ظهر نظام التأمين، وهل كان بالشكل ده منذ نشأته؟ بارك الله تعالى فيك. نظام التأمين في الحقيقة نستطيع أن نقول أن يعني التأمين كنظام. طيب. كنظام، دعك من الممارسات الفردية والاجتهادات البدائية التي سأشير إليها الآن ما دمت قد سألت عن بدايات التأمين، لكن لم يظهر إلا في القرن التاسع عشر. التاسع عشر. مع الثورة الصناعية والتقدم والتطور الزراعي وظهور البنايات والتبادل التجاري، فبدأت تظهر مكاتب التأمين وعقود التأمين ابتداء في إيطاليا، في فرنسا، في أوروبا، يعني في بلجيكا، في غيرها من البلدان. وربما يعني الحريق الذي حدث في لندن في سنة 1666 والذي أتى على 85% من مباني لندن وعلى أكثر من 100 كنيسة، بعده بسنوات ظهرت مكاتب التأمين ولم تكن موجودة من قبل. يبقى إذن إحنا في القرن يعني السابع عشر. لكن ظهور المكاتب كانت في الثلث الأخير من القرن السابع عشر الميلادي. ظهور مكاتب تأمين للتأمين خاصة بدأت ضد الحريق بسبب حريق لندن الذي أتى على أموال الناس وممتلكات الناس وبيوت الناس. لكن قبل كده كان في تأمين لكن ممارسات فردية. سأشير. تمام. التأمين كتأمين في الحقيقة ظهر ربما من القرن الثاني عشر الميلادي، لكن كما قلت بصورة بدائية فردية. ويعني في البدايات كان يسمى باللومبارد، نسبة إلى قطاع من القطاعات الموجودة في إيطاليا.
واللومبار ده مجموعة من الأكشاك أو المكاتب التي كانت موجودة في المدن الساحلية، في نابولي مثلا في إيطاليا، في ميناء نابولي تمام. وهي مدينة ساحلية، وفي غيرها من الموانئ في إيطاليا، ميناء نابولي بالفعل نعم, نعم. المهم، وفي غيرها من المدن المطلة على البحر المتوسط. فكانت توجد بعض الأكشاك من قبل اليهود من قبل اليهود، يعني أول ناس بدأوا نقدر نقول اليهود. كان القرض ما يسمى بالقرض البحري. القرض البحري ده كان صورته إيه؟ إن أنت عندك سفينة، والسفينة ستبحر وهي موقرة محملة مليئة بالبضائع والسلع، فبيدفع لك ذلك التاجر قرضا ربويا بفائدة عالية. نعم. إن نجت سفينتك ووصلت للبر الآخر أو جهة الوصول سالمة نعم. فأنت مطالب برد القرض مع الفائدة تمام. طيب لو هلكت وتلفت السفينة تعمل إيه؟ فهنا ضاع القرض مع الفوائد على التاجر. ده كانت البدايات الأولى، كان اسمه القرض البحري. القرض البحري دي كانت البدايات الأولى للتأمين، وكما قلت بصورة بدائية وغير مدروسة، وربما كانت فردية، وبيكون دايما لذلك التاجر يعني وسيط او تابع او مندوب له، بيكون في الجهة الثانية له مكتب صغير او كشك في نفس الميناء. اذا سلمت السفينة بيرد صاحب السفينة القرض مع الفوائد الربوية. طيب هلكت وتلفت، خلاص ضاع القرض وضاعت الفوائد على التاجر تمام. دي كانت البدايات الاولى في الحقيقة للتأمين. لكن كما قلت ان الظهور الحقيقي لنظام التأمين، ظهور الحقيقي وليس يعني بدايات العقود بدايات العقود بعد حريق لندن كما قلنا تمام. في تظهر شركات التأمين الثلث الأخير أو بصورتها الحديثة أحسن تمام. ده كان في الحقيقة في القرن التاسع عشر تمام. كما قلت نعم تمام. طيب يعني الظروف بقى، احنا قلنا ان الموضوع ابتدى بحريق، يعني شيء طارئ حصل نقل التأمين من القرض البحري للصورة اللي هي قريبة جدا للصورة الموجودة في عصرنا الحديث. طيب احنا عايزين نقول يعني هل التأمين فعلا أمان؟ يعني يعتبر الناس اللي بتأمن بتقول أنا يعني عايزة يعني يكون عندي مصدر من مصادر الأمان. فهل فعلا نقدر نقول إن عقود التأمين بتسبب الأمان للأشخاص المقدمين عليها؟ أنا في الحقيقة بس حتى لا يعني لكن في سؤال في الحقيقة يعني ربما نأتي عليه أولا قبل هل تحقق عقود التأمين أو نظام التأمين أمنا؟ ده تمام. سؤال بالفعل وده تمام. سؤال وجيه تمام. لكن عند الحديث يعني عنه ربما سنترك مساحة أخرى، إنه ظروف النشأة. يعني إيه ظروف نشأة نظام التأمين وعقود التأمين؟ هناك في الحقيقة ظروف ساعدت على انتشاره يعني لو أذنت لي أنني صدق. أشير إليها قبل أن ننتقل طيب. للسؤال الآخر طيب. في الحقيقة كما أشرت أنا في بدايات نظام التأمين أنه في ظروف لنشأة نظام التأمين. تلك الظروف منها مثلا الظروف الاجتماعية هناك ظروف اجتماعية الظروف الاجتماعية تكمن في عدة نقاط، منها حالة من حالات التفكك الأسري في المجتمع الأوروبي. أنت تعلم أنه في أوروبا يعني الوالد لا سيطرة له على ابنته في سن معينة ولا على ولده، وله أن يفعل ما يشاء، ولا يستطيع والد أنه يأخذ بناصية ابنه ليكون مثلا كاثوليكي أو بروتستانتي أو مسلم أو كذا، بل له مطلق حرية الاعتقاد، ويمكن أن يكون البعيد لا ديني صحيح. ويعتنق من الأفكار ومن المذاهب ما شاء، ويتبنى من الفلسفات ما لا يحجر على تبنيه أحد. وهناك نظام أو نوع من أنواع الاستقلالية والأنظمة في أوروبا وفي كثير من البلدان الغربية وحتى في استراليا، ذلك نظام معمول به أن الدولة، نظام الدولة هناك يشجع الولد من سن معينة على أن يستقل بنفسه بل ويدعم ويحصل على بدل بطالة ولو عمل في جهة كمتدرب، فالدولة هناك بتدعم تلك الجهة التي تدربه، وفي نفس الوقت هناك جهات تشرف على تدريب تلك الجهة للولد وإلى أي مستوى وصل ذلك الولد.
فهناك نوع من انواع يقدر يستقل يعني. احسنت. لا. الاستقلال بل الدفع والتحفيز للاستقلال، وده ولد ما يسمى كما اشرت بالتفكك الاسري، وان كل فرد من افراد الاسره في مرحله من المراحل العمريه خاصه للاجيال الناشئه بيعتبر يعني منطقه مستقله بذاتها لا تاثير لاحد عليها. فذلك النوع في الحقيقه جعل كبار السن تحديدا يخافون من غوائل المستقبل كما اشرت. ربما يموت احدهم ولا يجد من يكفنه، لا يجد من يشيعه، من يعني يقيم له عزاء، من يعالجه عند مرضه. نعم. فهنا شركات التأمين استغلت تلك الحالة من الهلع بدون شك، وقامت بما قامت به بالدعاية لأنواع معينة تلبي حاجات الناس. تمام. من التأمين، واحد خايف من الفقر، من المرض، من العجز، شركة التأمين بتقول لك ادفع أقساط معينة لمدة معينة، وإحنا يعني سنعطيك مبلغا كبيرا، او عند مرضك سنعطيك تعويضا عند ذلك المرض، او عند عجزك عن عملك سنعطيك راتبا يعني مرتبا في كل شهر ليعوضك يعني ذهابك للعمل بسبب العجز وبسبب المرض. ايضا بدون شك ضعف الوازع الايماني وعزوف الاجيال الناشئه في اوروبا عن الذهاب للكنائس والتحلل والتفكك الديني، وده كان في الحقيقة في أعقاب الثورة الفرنسية اللي كانت ثورة في الحقيقة على الكنيسة. نعم. لأن الكنيسة تدخلت في أنفاس الناس وحدت من تصرفاتهم وحجبت عنهم ضوء شمس العلم. نعم. وأنه لا نظرية ولا حقيقة علمية لا تخرج إلا عبر قنوات الكنيسة. نعم. وهنا في الحقيقة كمم الفكر الكهنوتي العقول وغطاها. نعم. وحال دونها ودون معترك الحياة. صحيح. فهنا ضجر الناس وضجوا من ذلك الوضع وساروا عليه، فانقلبوا بل ارتدوا ردة هائلة. نعم. عن كل القيم الدينية. وفي أعقاب الثورة الفرنسية ظهرت المذاهب المادية والفكر الوجودي وغير ذلك، نظرية التطور من النظريات التي تأخذ العبد بعيدا عن الرب وتخلع الإنسان بعيدا عن ربه وتربط الإنسان بعالم الطين لتقطع صلته برب العالمين. فتلك الحالة في الحقيقة حالة الانخلاع من الدين والنزوع عن القيم الدينية، وضعف ضعف تأثير رجال الدين في أوروبا كان سبب من أسباب انتشار في الحقيقة شركات التأمين والترويج لشركات التأمين. هناك جملة في الحقيقة من الأسباب، وطبعا هناك يعني كما لا يخفى عليك كان في صراع طبقي بين أصحاب رؤوس الأموال، أصحاب المصانع، أصحاب قطاعات الأراضي، وبين العمال، لأن العمال كانوا يعملون بنظام السخرة، يعني تأكل وتشرب بس، وتأكل وتأخذ قدر الكفاف. وربما يعني البوليريتاريا التي ظهرت إبان الثورة الشيوعية في روسيا اللي هي يعني طبقة العمال قامت على أصحاب رؤوس الأموال، وبعدين أي نعم الفكر الاشتراكي الشيوعي تحطم على رؤوس من نادى به ويعني شيد صرحه، تحطم على رؤوسهم جميعا. لكن ده فيه إشكالية كبيرة جدا، أنه للأسف في المنطقة العربية لا زال من يتبنى نفس الفكر الشيوعي، فكر سارتر وماركس ولينين، وبيدافعوا عنه دفاع مستميت، ويعني معقل الشيوعية قد تخلى عن الشيوعية. وأثبت التاريخ والتجارب والواقع فشل تلك النظرية، لأنها نظرية في الحقيقة لم تخدم الإنسان، بل بالعكس حولت الإنسان إلى آلة وغيبت دور الدولة ولي الأمر. فبالتالي حينما يسيطر ما يسمى بفكر يعني بالفكر الاشتراكي، بمعنى أن كل شيء للدولة وليس للفرد، يعني أي أملاك، فبالتالي طب ولما أجتهد ولما أبذل قصارى جهدي في العمل إذا كنت لا أملك شيئا فكل شيء للدولة. والفكر الرأسمالي على النقيض من ذلك، أن الفرد بإمكانه أن يملك ما شاء من الأموال،
لكن بفضل الله، وده ربما يعني سيأتي في المستقبل، ان احنا نبقى نعقد مقارنة في حلقة كده عن المقارنة بين النظام الإسلامي والفكر الاشتراكي، ده فكر مش نظام، طيب. اشتراكي والفكر الرأسمالي، ده كان أيضا من ضمن الأسباب التي أدت العوامل أو الأسباب والعوامل، تمام، اللي أدى لذلك. وطبعا هناك أيضا يعني كان هناك في الحقيقة اضطهاد لبعض الطوائف خاصة لليهود، جعلهم يعني يكرهون غيرهم ويشعرون بالعزلة والنفرة من اليهود طبعا وبالتالي فكروا في يعني الاستيلاء على أموال الآخرين بشتى الوسائل والطرق والأساليب، وأشرنا في حلقات الربا يعني هم بإمكانهم أن يقرضوا غيرهم بأضعاف مضاعفة من القروض، لكن لا يقرضون أنفسهم إلا بقروض غير ربوية. ومعلوم أنه حتى في أمريكا أن اليهود يسيطرون على يعني أخطر وسيلتين، الإعلام والمال، أنت عايز أكتر من كده يعني؟ صح. إعلام ومال، ومعلوم ذلك اللب اليهودي وكذا، وأنه هو يعني يؤثر على صانع القرار في أمريكا، وهو الذي يحدد من الرئيس الذي سيفوز، هيلاري مثلا وترامب قد فاز، المهم القصة يعني صح. يعني بحكي لك هم لهم تأثير في الحقيقة، ده أيضا من ضمن العوامل التي أدت لانتشار التأمين. نعم طيب دي في الحقيقة ظروف نشأة اجتماعية، طيب هناك ظروف نشأة اقتصادية. خلاص خلينا بس يا شيخنا يعني نتكلم على ظروف النشأة الاقتصادية لكن الحلقة الجاية إن شاء الله. إن شاء الله. بس في الختام كده أنا كنت عايز حضرتك تعلق على موضوع سريعا جدا، يعني قدامنا دقيقتين ثلاثة، فأثير في الآونة الأخيرة موضوع في البعض بيقولوا إن قضية التسعير، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني اتكلمنا عن التسعير قبل كده، لكن البعض أثار ضجة حول يعني بعض الدعاة اتكلموا على موضوع التسعير وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان أول من يعني فعل ما يسمى بالتعويم، تعويم الجنيه. والبعض بقى يعني ايه هاجم الدعاة دول يعني مهاجمة شديدة، وقال يعني قالوا انتوا ازاي تتكلموا كده، و يعني انا عايز اعرف رأي حضرتك في دقيقتين. طيب اولا يعني سامحني، ما اعرفه انا بفكري الخاص انا فيما يتعلق بالتعويم، احنا قلنا في الحلقات الماضية اصل النقود الذهب والفضة، أصل النقود. أما الأوراق النقدية فما هي إلا بديل عن الأصل. هذا أمر. الأمر الثاني، قيمة الجنيه أو قيمة العملة بتأخذ في الحقيقة ثقلها من مدى اجتهاد العمال والموظفين والمهندسين ومصادر الإنتاج والتقدم الصناعي والزراعي ومصادر الدخل المتنوعة، فبالتالي بتدعم تلك العملة وتنتقل من حالة الضعف إلى حالة القوة. نعم. وكم من عملة كانت ضعيفة وقويت، يعني الليرة التركية على سبيل المثال، نعم، كانت لا تمثل عشر قيمتها اليوم، نعم، من أكثر من 15 سنة، نعم، وقويت لأنه في نهضة في إنتاج. نحن في الحقيقة لا نجامل في الكمال في الكلام. طيب متى تضعف القيمة؟ قيمة العملة الدولة حينما تقل مصادر الدخل، مصادر الإنتاج. فالقضية مش قضية تعويم، إنما القضية هي قضية يعني قضية تقييم عادل للجنيه. نعم. إنه تقييمه السابق لم يكن تقييما عادلا. نعم. إنه له أكثر من سعر في البنك وسعر في السوق وسعر في الأسواق السوداء، أكثر من سعر. نعم. وأرى أن السعر العادل هو الذي يترك للعرض والطلب كما أشرنا من قبل. نعم. سعر العملة، قيمة العملة أن تترك للعرض والطلب، وهناك في الحقيقة إرهاصات وإشارات لتدني قيمة الدولار مقابل الجنيه المصري بسبب تلك السياسة الجديدة. ليس في الحقيقة أنا لست مدافعا ولست منحازا لأحد، لكن للحق وصاد القيمة العادلة للجنيه المصري أن يترك للعرض والطلب، هذه قيمته في السوق، السوق هو الذي يحدد القيمة الحقيقية
للأشياء. لكن متى يتدخل؟ خليني بس في الجزئية الأخرى. نعم. ولي الأمر في التسعير في بعض الحالات الاستثنائية. طبعا احنا عندنا الحديث، حديث النبي الرافض صلى الله عليه وسلم، انه دعوا الناس يرزق الله الله بعضهم من بعض، ان الله هو القابض الباسط المسعر، الحديث المعروف. لكن هنا في الحقيقة في بعض الحالات الاستثنائية، اذا كان هناك احتكار للسلع، احتكار منع للسلع مع وجودها عن المحتاجين، فهنا ولي الأمر بإمكانه أن يتدخل في بعض الأوقات. نعم. الأوقات ليضع سعرا عادلا يضمن هامش ربح للمنتج وللتاجر، وأيضا في نفس الوقت يضع سعرا عادلا للمستهلك. شيخ محمد عبد الفتاح إسماعيل من علماء الأزهر الشريف، أشكرك شكرا جزيلا، جزاكم الله خيرا. بارك الله تعالى فيك. مشاهدينا الكرام، في نهاية هذا اللقاء نشكر فضيلة الشيخ محمد عبد الفتاح إسماعيل، وبنقول ان احنا محتاجين ان احنا نعرف الامور اللي احنا بنتكلم عليها في البرنامج، لان عقود التأمين والمعاملات المالية بصفة عامة دي امور كلنا بنقع فيها، دي امور كلنا لازم خلال حياتنا ان احنا نبقى عارفينها، عشان كل واحد فينا بيتعامل بشكل او باخر مع الامور دي. فيعني مهم ان احنا نصبر شوية، والامور بتتضح شيئا فشيئا. فإن شاء الله بإذن الله في الحلقة المقبلة نكمل ما يتعلق بهذا الموضوع المهم، وإلى أن نلتقي في اللقاء المقبل أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.